العرب بسيطة أصلاً يوم انتهى يوم والله العظيم عبد الرحمن قسم بجل الله اني ادع على قلبي فدا الامبراطوري فدا يا رجال فدا فدا شرب العوض يا ابو خلاص كل العوض يا ابو فدا يا ريدي صلوا على النبي يا الربع انا والله ما همني الا الناس اللي تعبوا على الامور هذه وسووا دخوليه اجلسنا هذا ما 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 يعني حاجه في خاطري الا اللي تعبوا على الامور دي وامور الامبراطوريه وسووا دخوليه فانا اقول لهم أن يعتذر أقدم الاعتذار لهم جميعاً لا لقروب دعمي ولا للناس اللي شعوا وصوتوا عشان أصير الإمبراطور وأقول لهم أبشروا بالعوض طاسك العوض وانت أقديت يا عبد الرحمن أقديت جميلك ربطونا كل أبونا والله هني صالح أنت إمبراطور من الله أنت إمبراطور في قلوبنا من الله من الله إمبراطور يا أبو عبد الرحمن شريون عشر طاولة